معنى آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أرسل الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله إلى الناس كافة بالرسالة الربانية، وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك والابتعاد عن كل مظاهره ما ظهر منها وما بطن. وقد ابتدأ هدي النبوة مع آدم عليه السلام وانتهى برسول العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ويهتم الكثيرون بالتعرف على معنى الآيات التي تتحدث عن الأنبياء، مثل معنى آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الواردة في سورة البقرة. إن معنى آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أن الله تعالى يذكر أنه فاضل بين هؤلاء الرسل، فأما موسى عليه السلام فقد كلمه تعالى فكان كلم الله، وآتى عيسى ابن مريم عليه السلام البينات المعجزات الباهرات كإبراء من ولد أعمى بإذن الله تعالى، ومن به برص بإذن الله، وإحيائه الموتى بإذن الله. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسله للناس كافة، وكذلك هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الفضائل التي اصطفاه بها تعالى في حديث نبوي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، إذ يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب فيرعب العدو من مسيرة شهر، وجعلت في الأرض طهورا ومسجدا، وقيل لي سل تعطه، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في القيامة وهي نائلة إن شاء الله لمن لم يشرك بالله شيئا. فهذه خصال يعددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد خصه الله تعالى بها دون غيره من الأنبياء. ويرى العلماء أن ذلك التفاضل هو من جهة الأحوال والخصائص والمعجزات التي ترافق مسيرته في الدعوة إلى الله، ولذلك كان من الرسل من هو من أولي العزم ومن كان دون ذلك. واتفق العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم عند الله تعالى لما خصه به من صفات ومعجزات ومنزلة يوم القيامة لم يعطها غيره. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي يثبت أنه أفضل الأنبياء، الذي يقول فيه ما فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر. أما الأحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بينه وبين غيره من الأنبياء فهي إلا على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي يقول فيه: لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بسعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام، وكذلك لئلا يدخل المسلمون في جدال ومراء وتصدر عنهم ألفاظ لا تليق بمقام النبوة والأنبياء.